ها ولقي هذا الإنسان ربه وحشر يوم القيامة، قيل ادخل الجنة لقد كنت مؤمنا تتميز بأنك كنت الصوت الصارخ بالإيمان في الوقت الذي كانت كل الأصوات تتحرك وتصرخ بالكفر، ادخل الجنة لأن ثواب موقفك هو الجنة. وننظر هذا الإنسان الطيب المؤمن الذي يعيش في قلبه كل العطف وكل المحبة للناس، قيل ادخل الجنة وشعر بالحسرة، كان يحب أن يدخل الجنة مع قومه مع عائلته ومع أهله، كان يريدهم أن يبصروا الجنة في الدنيا من خلال رسالات الرسل قبل أن يبصروا الجنة في الآخرة، لأن الرسل يريدون منا أن نتعرف على الجنة في الدنيا حتى كأننا نراها، حتى يدفعنا ذلك إلى أن نعيش الجنة كحافز يحفزنا للعمل. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.